اضافه لبعض الشروط الماليه الاخرى اللي ما عجبتش النادي الاهلي، وبالتالي المفاوضات وقفت عند النقطه دي. حاليا الاتجاه كله خليج وعرب، والاتجاه الاقرب الامارات، وهو دوت الخط المفتوح ما بين رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وشركه اماراتيه علشان تتولى انشاء استاد النادي الاهلي. لغايه فين المفاوضات واصله محدش يعرف حتى الان، انما المؤكد المعلومتين اللي انا بقول لك عليهم دول. الشركه الالمانيه دي كانت من سنتين، والشركه الاماراتيه المفاوضات شغاله معاها لغايه دلوقتي. طبعا كل الناس داخله بتقول لي انت كولر بس متنكر، وانت شبه كولر بالظبط وبتاع ومش عارف ايه. ماشي، يعني حاجه تسعدني على فكره، يعني راجل، يعني راجل مدير فني محترم دولي، مدير فني، يعني حاجه شياكه. ماشي. في عندي موضوعين مهمين جدا في الزمالك، او هما ثلاث مواضيع مهمين جدا في الزمالك. الموضوع الاولاني، الاول خالص، فيه خبر ان سامسون شارك في التدريبات الجماعيه. ماشي، برضو من الحاجات الايه الكويسه اللي تفرح، يعني سامسون اكينيولا. الله يكرمك يا استاذ اشرف الحنفي، شارك في تدريبات الجماعيه. الموضوع التاني ان في ناس كتيره جدا ابتدت تتكلم على ان امام عاشور في حاله طمره موجوده جوه نادي الزمالك، وبعض التقارير الصحفيه واخواننا اللي بيدبوا خلاص قال لك ان الاهلي يقود تمرد امام عاشور في الزمالك. فهم خلاص يا احمد حموده حكموا يا شريف وان ان امام عاشور متمرد، وده مش موجود، وحكموا ان الاهلي اللي بيقود هذا التمرد، وهذا الكلام برضو مش موجود. ما هو بالعقل برضو، ما هو برضو بالعقل، يعني ازاي ما يبقاش واحد متمرد اصلا وتتهم الاهلي ان هو اصلا ما فيش تمرد موجود. وبعد كده الناس طالعه بتقول لك ايه ده مش عاوز يمضي وبيماطل في التعاقد في تمديد العقد بتاعه، والطريق اصبح مسدود ما بينه وما بين اداره نادي الزمالك. ده الكلام اللي بيتقال، طبعا كلام، يعني كلام اهبل، كلام عبيط، كلام فارغ، كلام ما فيهوش اي شيء من الحقيقه. الاهلي ليس له علاقه بامام عاشور لا من قريب ولا من بعيد، بل على العكس تماما. امام عاشور لاعب في نادي الزمالك، وفي بعض التصرفات اللي ممكن ما تعجبش مدير فني، ممكن ما تعجبش مدير كوره او مشرف عام على كوره، ما تعجبش رئيس نادي، وبالتالي بتتاخد قرارات تربويه بشان اللعيبه، ودي حاجه بتحصل في العالم كله، ما بتحصلش في نادي الزمالك بس ولا بتحصل في امام عاشور بس. والقرارات التربويه في الكام سنه الاخرانيين في نادي الزمالك بتجيب مفعول كويس، بمعنى ان اللعيب ما بيبقاش مظبوط سلوكيا وانضباطيا لما بيتاخد ضده قرارات تربويه بيتظبط، وبالتالي في الملعب اداؤه بيتحسن بشكل كبير جدا. وعندنا في سيف الدين الجزيري اسوه حسنه. فيما يخص تمديد التعاقد، الزمالك حتى الآن ما أعلنش إنه قعد قدم أي عروض أو قعد مع إمام علشان تمديد تعاقد. ممكن يكونوا ربطوا ما بين دي وما بين التلاتة بتوع الأهلي اللي هيمضوا في يناير، الشحات ورامي ربيعه وياسر إبراهيم. ما حصلش الكلام ده. لا دول فتحوا كلام ولا دول لسه فتحوا كلام. نقطة ومن أول السطر، وهي ديت الحقيقة الموجودة في كل الأكاذيب اللي بتروى عن إمام عاشور وعن تمرده وعن عقده وعن قيادة الأهلي لهذا التمرد اللي مش موجود أصلا من الأساس. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيدعم جيزفالدو فيريرا دعم غير محدود، وبالرغم من ان فريرة ما بيأديش افضل اداء ليه خلال الفترة الحالية، وده برضو موجود في الكورة،
الا اننا شفنا ان رئيس نادي الزمالك بيطلع على شاشات الفضائيات بيقول اشعار في المدير الفني، وبيصمم انه في ظهر المدير الفني لغايه نهايه فترته، وان الحساب في الاخر، ونادي الزمالك ما خلاص يعني مش النادي اللي النهاردة بيحاسب بالقطع. هو يثق في فريقه ثقة عمياء داعم ليه، وهو موجود في ظهره وظهر الفرقة وفي أي كبوة وفي أي عثرة. وديت يعني من المواقف الحقيقة اللي تحسب لرئيس نادي الزمالك. الكلام ده ما كناش بنشوفه قبل كده، يعني الكلام ده ما كناش بنشوفه قبل كده خالص خالص. ده كان المدرب بيخسر، يعني ممكن كان بيقال في أوضة في اللبس في فترات زمنية بس بعيدة شويتين. إنما زي ما أنا بقول لحضراتكم، إدارة الكورة في نادي الزمالك ماشية على خطى مستقيمة جدا، ماشية باحترافية عالية جدا 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 فوق ما أي حد ممكن يتصور. فخلي بالكم، انا بحذر من دلوقتي وبقول لكم ان خطوره الزمالك الحقيقيه دلوقتي ما بقتش في لعيبته ولا في امكانياته الماديه، بقت في ادارته اللي فاهمه وعارفه هي بتحط رجليها فين وبتعمل ايه. انا بقول لكم اهو، انا بقول لكم اهو. رئيس نادي الزمالك ناوي قعد اعلاميين كتير في بيتهم، لانه ناوي يعمل برنامج خاص بيه يوم الخميس من كل اسبوع على شاشة قناة الزمالك، وهو دوت اللي طلع اعلن عنه السيد المستشار مرتضى منصور. خلصت حلقتي مع حضراتكم، نشوفكم بكرة على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.